معكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تشوفون هذا الفيديو. فيديو اليوم راح اخليكم تتحكمون بحياتي لمدة يوم كامل. انا مجربة هذا التحدي من قبل بس بدون فيديو يوتيوب، فاليوم راح ارجع اجربه مرة ثانية وراح اصور فيديو يوتيوب وراح نشوف انتم شو راح تسوون وشنو هي الاشياء اللي راح اخيركم بها. المهم انا مو هسه قاعدة، واضح من شكلي انه مو هسه توني قاعدة. هسه الساعة 12:30 واني تقريبا قاعدة الساعة 11 أو 11:20. اريد اروح اتريق، سويت وجبتين وراح اخليكم تختارون واحدة منها. الوجبة الاولى عبارة عن شوندر، وهو الشوندر وحده ابدا مو طيب، فاني اخلي له ليمون ومرات اضيف له فواكه مرات لا، فهالمره ضفت له هاي الفاكهه، هي كلش طيبه. واذا اخترتوا هاي الوجبه راح يكون وياها يا اما عصير برتقال يا اما عصير تفاح. يعني اذا اخترتوا هاي الوجبه راح اخيركم بين اذا اسوي عصير تفاح او عصير برتقال، بس غالبا راح تختارون الوجبه الثانيه لانه يعني ما اعرف اني اعرفكم، فاتوقع راح تختارون الوجبه الثانيه واللي هي عباره عن مارتديلا، يعني هي ساندويتش مع مارتديلا ونعناع وحليب وبس. فهسه راح انشر ستوري على الانستغرام ونشوف شنو يصير. هسه نشرت ستوري على الانستغرام ونفس ما قلت لكم اختاريت بي واللي هي المارتديلا، لذلك هسه راح نروح ناكل مارتديلا واتوقع راح اتفرج على فيلم وراح نشوف شنو يصير. اوكي، على اساس اسالكم اذا اسوي الغداء او لا، بس اكتشفت انه هم اصلا سووا الغداء فما يحتاج انه اسوي الغداء اني. نشرت هاي على الستوري وبعد 5 دقائق راح نشوف اذا راح اشرب شاي او لا، وهم راح اتفرج فيلم. الفيلم هو من زمان يعني انا شايفته 70 مرة، بس كل ما يعرضوا ام بي سي 2 اشوفه مرة ثانية عادي، لانه ام بي سي 2 اني ملاحظة انهم عندهم نفس اللستة مال الافلام وكل فترة يعرضون واحد منها. يعني تقريبا انا خاتمة كل الافلام مال ام بي سي 2 لانه هي نفسها بس قاعدين يكرروها. اوكي، اغلب الاجوبة كانت انه اي اشرب شاي، بس راح اروح اتفرج على الفيلم واشرب شاي. غير عن باقي كل الأسئلة اللي سألتها، الأسئلة هي عن شعري. أوكي، راح أسألكم إذا أصبغ شعري أم لا، وأنتوا راح تختارون اللون، وهمين راح أسألكم إذا أقص شعري أم لا. وفعلاً إذا قلتوا إيه أكو احتمال إنه صدق أقصه، بس أحس أنتوا راح تقولون لا، إنه لا تقصين شعرك، لأنه أنا سألتكم قبل وقلتوا لي لا، فنشوف هالمرة إذا راح تقولون إيه أو لا. اوكي، هسه سالتكم اول سؤال واللي هو اصبغ شعري او لا، وخليت لكم صوره شعري قبل، يعني شوفوا هسه هو راح تلقون انه اكو جهات مصبوغه، ونشوف ورا 5 دقائق شو راح يكون جوابكم اذا اصبغه او لا. بس احس راح تقولون ايه اصبغي، او ممكن لا ما ادري، بس غالبا ايه راح تقولون. اوكي، نفس ما قلت لكم اختاريتوا ايه انه اصبغ شعري، فراح اسالكم اي لون، راح اخيركم بين لون اخضر وازرق. شوفوا الاخضر انا احب اللون الاخضر، بس احس ما راح يطلع حلو، احس اللون الاخضر ابدا ما يكون حلو بالصبغ، ما ادري ليش، بس يعني اذا اختاريته عادي مو مشكله، بس بليز الازرق. اوكي، اختاريت اللون الازرق، فراح اروح هسه للسيتي واشتري صبغ اللون الازرق على مود اصبغ شعري. هسه راح اسالكم السؤال الحاسم اللي هو صدق انا خايفه منه، اللي هو اذا اقص شعري او لا. بس اهم شوي راح اغش، راح اكتب لكم جوا انه انا كلش احب شعري وهيك، يعني حتى بس راح اكتبها بخط كلش صغير، يعني حتى انتم ما تنتبهون لها، مع انه راح تنتبهون لانه انتم تنتبهون لادق التفاصيل. 5 minutes later. هسه بما انه انا راح اطلع اشتري الصبغ، راح اسالكم شنو البس، هذا التيشيرت او هذا التيشيرت. اوكي، هسه رقم A هو اللي فاز، تيشيرت A يعني، فراح البس التيشيرت مال كاليفورنيا واللي هو بصراحة ما كان جاي على بالي البسه، ما اعرف ليش. ترى اوكي، البس التيشيرت اللي انتو اختاريتوه. اوكي، هسه احنا بالطريق ورايحين للسيتي سنتر، هذا احجيلكم الصبح اوكي، طلعنا انا وريهام على اساس دي نروح ونشتري الصبغ عادي. كان شنو؟ انا معتمدة على ريهام انه هي خلص راح تجيب فلوس وكل شيء، فريهام طلعت ما جايبة فلوس. زين، فاخر شيء وصلنا لهناك قلنا انه على اساس صوره الكريدت كارد موجوده بتليفوني،
طلعت الصورة مو موجودة. زين واكو نت بالسيت سنتر، كنا نقدر نقول لماما تصور لنا الكريدت كارد، بس احنا نسينا. اكتشفنا انه ما توجهنا. انا احس تربط انه عن طريق صورة. المهم راح نرجع للبيت المرة الثانية. اوكي هسه وصلنا لمصباغ الشعر، شوفوا انا بالبيت عندي هذا. بس انتو اختاريتوا ازرق، فهسه راح اشوف درجات اللون الازرق واخذ واحد منهم. اوكي شوفوا هسه هاي الدرجات وهذول الثلاث الوان الازرق، انا احس احلى واحد هذا. بس بما انه انتو اللي راح تتحكمون بيومي، فاني راح انشر لكم هذول الثلاث اصباغ وانتو راح تختارون واحد منهم. اوكي صورت لكم بس هذول الاثنين واستبعدت هذا اللون، بس انا اتمنى ان انتم تختارون هذا لانه كلش احلى من الباقيين يعني. بس راح ننتظر 5 دقائق ونشوف اي واحد راح تختارون. اوكي والله العظيم انا كلش احبكم، اختاريتوا هاي الدرجة اللي انا كلش حبيتها. شوفوا كنت راح اخذ هذا الماسك بس وراها قلت انه لازم اسألكم، فنشرت على ستوري اذا اخذه او لا. اوكي سو هسه راح اسالكم اذا اشتري اكل للجهال اللي هم سكر وبسبوس، ومهما اكيد عندهم اكل بس انا كل فتره اشتري لهم مكافاه الويت فود، فكل فتره اجيب لهم منه لانهم كل شيء يحبوه بس هو مو صحي، عم تيج اقلله. طبعا هاي هي العطور اللي هنا، وهنا اكو كم شغله مكياج. لسه راح نرجع للبيت بس اليوم ما راح اصبغ شعري، بس هذا هو الصبغ جبته. ما راح اصبغ شعري لانه عندي حفله فلازم اروح وما راح الحق اذا اصبغ شعري، لذلك باكر راح ينزل الفيديو وباكر راح اصبغ شعري باكر جمعة. اعملوا حركات بركات. احنا جمع مع صحباتي وخالاتي وقرايبيني. قرايبي طلعيني بالصورة. طلعتك والله. شوفوا هاي جنى، عائلة جنى، اصدقاء جنى. اوكي اوكي هسه طلعت الشمس واحنا بعدنا سهرانين. الساعة كم؟ 7. او ماي جاد الساعة 7:30. اوكي هسه راح اروح اصبغ شعري واسشوره وارجع لكم بعد النتيجه. Put that back.